كنسمع مولاي عبد الله خايب، ولكن انا عشت هاد اللحظه ديالي مع بنتي. انا من بعد شفتها والبارح قلبوها، يعني كانت مريضه اصلا هي ديك. صيفطوني البارح بالليل جبلاتي بلاتي واحد اللحظه، يعني كتوجع هي يومين واحد اللحظه ما بقاش فيها السفن، فاش طاحت لي في الارض. من بعد اللي طاحت لي في الارض قلت لهم مشيت عند السكيورتي قلت لهم الشاري، وقال كاين غير واحد كيطلعوا فيه. من بعد صافي قلت لهم سيرهم كنرغبهم، اصلا السكيورتي كيحبسوك في الباب. قلت لهم باغيين معام الناظر، يعني بنتي كتموت. واحد اللحظه هزيناها حبسنا السكيورتي اللي شافها في ديك الحاله، دخلناها اللي دخلناها حتى واحد ما جا. كنعيط للاطباء كنغوت، يعني شت بنتي كتموت هي والطربيه ديالها. واحد الساعه هبط لها الراس، الناس داروا بها كلشي كيغوت، كنرغب بالفرمليات كنغوت دوك الستاجير الاطباء، حتى واحد ما داها فينا. من بعد هي هذيك، من بعد واحد اللحظه طاح. المهم انا تالفه، جات واحد السيده جايبه مرات ولدها ولا بنتها كتعرف لهاد الشيء، طاحت الطربيه بدات تنفخ عليها بحال هكا كتنفخ على الطربيه حيت سخفات. من بعد اللي تلوى عليها داك المصرى اللي كيكون كيخرج، من بعد قطعات لها داك الشيء، البنت كلها دمايات. تلاحت البنت، ومن بعد ديك المراه مع ربي جات في ديك الوقيته قطعت لها داك المصران، تلاحت البنت بنتي كلها دمايات. عاد جاو هما، من بعد عاد جاو حتى البنت ولدات وسالات. انا كنبغي اللي يجي المولاي عبد الله ضروري يدير سيدنا شي حاجه، والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا سيدنا. هو اللي دار الاجهزه، دار السبيطار جديد، شنو ما بقاتش في الاجهزه، وما خصهم يعاملوا مزيان. هذا الشيء كنسمعوه، ولكن انا عشتو مع بنتي وكنطلب من سيدنا يحيد هذا الشيء. علاش شحال من وحده كتعاني هنايا؟ الا ما كانتش الفلوس وما كانتش الرشوه مولاي عبد الله ما يقبلوكش، يعني عندهم الجزيره لداخل ديال اش الجزيره ديال الفلوس وديال الرشوه. وحنا دراوش مهما حنا جينا للسبيطار ديال المخزن، الا ما في استطاعتناش نمشيو لبلاصه اخرى. انا كنطلب ناس اخرين، انا بغيت هاد الناس ما بغيت منهم والو، بغيتهم يتعاقبوا وبغيتهم باش وحدين ما يعانيوش نهائيا. وهذا الشيء اللي كاين.